تراكز على هذه النقطه تكتسب اهميه كبيره جدا في ذاكره مدينه العالم. استفاض النقاش حول اقتناء هذه المعلمه. كان هناك نقاش يقول ان هناك ناس تتم معاملة كبيرة، وهناك نقاش يقول انها ستقتنى بثمن او اضرار. تم النقاش حول هذه النقطة، حول الصعوبات اللي كتفرضها يعني الهيبة ديالها، وتم يعني الوصول الى ان اقتناء هذه الى توصية ان اقتناء هذه الكنيسة وضعت احدى اكبر كثير الجماعة العالمية هو انجاز كبير، ولو بثمن رمزي يكون على اساس انه يكون ثمن رمزي. لماذا؟ لان الاخوان طرحوا الى الصعوبات الماليه اللي ممكن تواجه الجماعه العالميه، خاصه فيما يتعلق سواء جماعه المشكل، لان كل شيء جميع الاخوان المتدخلين رفضوا فكره هذه المعلمه هذه، وكان توجه النقاش كامل صح حول يعني اصلاح هذه الكنيسه واقتنائها من طرف اللجنه، انه لا مانع من اقتناء هذه المعلمه مع استحضار التزام بالقنصليه العامه لاسبانيا بخصوص البحث في امكانيه دعم الجماعه في هذه البناء الوسطى، لانها تقضي اموال كبيره جدا سواء للهد ولا للاصلاح. كذلك يعني ضروره الترافع وضروره اتفاقيه شراكه مع اطراف اخرى للمساهمه في هذا يعني في اعاده البناء الكنيسه، ما اقدرش نتكلم على الهد، لان التوجه كامل مشى على اعاده البناء. لذلك هنا يعني جميع الاخوان اتفقوا على اتفاقيه شراكه مع اطراف اخرى حتى يمكنوا تخصيص هذه الموارد لبناء هذه المعلمه. كذلك وصلت اللجنة إلى رفع منتدى الإدارة الداخلية المديرية العامة للجماعة المحلية المساعدة في دورها في عملية أقول بهذا وأقول بأن الأغلب الإخوان يمشون في إطار إعادة البناء إلى